فبنصحهم يركبوا العربات، العربة عم تمر عربي ورا عربي، فهلا عربة مجلس الشعب اللي حتمر بشهر أيار، إذا ما ركبوها ما بتمنى ما تكون آخر عربة، لأنه أنا بتمنى ما أخسر ولا واحد سوري. بتمنى كل السوريين نرجع نعيش مثل ما كنا مع بعض أخوة وأحباء دينا ودما وعرقا. نعم استاذ حسان، الرئيس الأسد أبلغ كوفي أنان أنه لا وقف العملية الأمنية قبل القضاء على السلاح والمسلحين، ولا تفاوض إلا تحت سقف الدولة. يبدو يعني أن الرئيس الأسد ما عاد قابلا للتفاوض مع المعارضة خارج الأراضي السورية إلا إذا كان الأمر في موسكو على قاعدة يحق للحليف ما لا يحق لغيره. لا معلش، أول شيء مشان نفهم التسليح أو اللي عم نسميه نظام أنه عصابات مسلحة، هو الحقيقة أكثر من قسم موجود على الأرض مسلح. أول شيء اللي عم يحمي شرفه وعرضه، هذا إنسان حقه بكل الشرائع والقوانين أنه يحمي نفسه، ومنطالبه أنه يلتزم بحماية نفسه ويهتم بحماية عرضه وشرفه فقط. أما اللي كمان عم يحمي نفسه من واحد عم يحاول أمن يقنص عليه، كمان هذا حقه انه يرد عليه. اما المسلح اللي بيقوم بعمليات ارهابيه فنحن ضده كمعارضه. هدول المسلحين. هلا بردا على السؤال، انو مسلحين؟ انت يا نظام انو مسلحين عم تحكي عنهم؟ تمام، انت مفروض اللي بيحمي نحن عرضه وشرفه، انت دورك يا نظام تحمي هالناس هدول وتحمي. وهذا واكبر مثال بيعرف اخي، انا كل يوم كنت اجتمع فيه اول ما تعرفت عليه بالمظاهره، هو كان موجود بمكان للمؤيدين بغض النظر عن مين كان العدد الاقل ولا الاكثر، وهو احنا انه مكاننا موجود، هن وحضرته موجود من ضمن اللجنه المنظمه ووجود الشرطه، وهون كمان موجود المنظمه ووجود الشرطه. نحن ما عندنا، نحن وين الشرطة؟ وين دورك يا شرطة بحماية المتظاهرين؟ لنفرض نحن في خلافات بيناتنا ما كنا نسترجي نفوت على بعض لو بسبب وجود الشرطة. إذا بده يصير في خلافات وفي مين حيتجاوز، الشرطة حتتدخل وتعتقل الناس وتحاسب في قانون. أما مش إنه يعني لا عم تحمي المتظاهرين السلميين وعم تسمح للمندسين يفوتوا وعم تضرب عشوائي وأسلحة دبابات فاتت على المدن، والتسليح معروف بسوريا هو تسليح شخصي، ومعروف الشعب السوري شعب مسالم وغير مسلح، يعني مو حيكون مسالم أكثر من الشعب اليمني.